أهلا بكم أيها الرائعون. الاستعداد الذهني ليوم أفضل واحد من العادات الصباحية الرائعة جدا. عزيزي المشاهد، إذا كنت تريد أن يكون يومك مليئا بالعمل والاجتهاد والحيوية والتفاؤل، عليك أن تكون مستعدا ذهنيا لذلك. الاستعداد الذهني يتمثل طبعا في تحديد ماذا تريد من تحقيق أهداف في هذا اليوم. حتى الأهداف البسيطة ممكن طبعا أن تقوم ببرمجتها في عقلك الباطن، سأقوم بهذا العمل وذلك العمل وهكذا. هذا الاستعداد طبعا يمكنك بكل بساطة من رؤية واضحة للهدف الذي تريد تحقيقه في هذا اليوم. أفضل العادة الصباحية طبعا هو أن تزيل الخوف من كل شيء، وهذه أسوأ العادات السلبية التي تمنع من جذب الأهداف وتحقيقها ليمر طبعا يومك في أحسن الظروف. الخوف من أن تقوم ببعض الأعمال الخاصة بك يجعلك طبعا تتراجع إلى الوراء. عزيزي المشاهد، إذا أردت أن تتقدم إلى الأمام فعليك أن ترمي خطوتك طبعا إلى الأمام. إذا كنت مصمم على الوقوف في مكانك فإنك لن تضيف أي شيء طبعا لحياتك ولمستقبلك من الأشياء الإيجابية المفيدة لك. تحرك الآن من مكانك وخرج من منطقة الراحة والأمان. حاول أن تتغلب على الخوف والمخاوف بكل الطرق. استعد ذهنيا ليمر يومك في أحسن الظروف والأحوال. يوم رائع أيها الرائعون. يوسف حسن في أمان الله.